Gracias. Sí, 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 sí. مساء الخير واهلا وسهلا بكم جميعا في قناتكم قناه خبير في يوتيوب الرجاء من الجميع الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات والضغط على زر اللايك كي نستمر ونقدم العروض الافضل لدينا اليوم فيديو شرح طريقه تنزيل برامج نسخ التطبيقات او نسخ الالعاب بطريقه سهله وسريعه وبدون اي مشاكل وايضا طريقه تثبيت برنامج جيم جارديان داخل البرنامج بطريقه سهله ايضا وطريقة تفعيل بشكل عام جميع الخطوات المتعلقة بهذه الأمور في البداية طبعا قوموا بالاشتراك في قناتنا في يوتيوب الثانية وأيضا جميع برامج التواصل كي نقدم الدعم والمساعدة للجميع طبعا روابط تحميل البرامج موجودة في وصف الفيديو أول تعليق طبعا بالبداية تقومون بفك الضغط عن البرنامج نقوم بتنزيل طبعا برنامج زي أرشيف من متجر بلاي أو أي برنامج طبعا يقوم بفك الضغط كي نستطيع تثبيت البرنامج على الهاتف طبعا يوجد خطوات مهمه قبل تثبيت البرامج يجب ايقاف تشغيل برنامج متجر بلاي كي يكون التفعيل صحيح ولا نواجه اي مشاكل خاصه في تفعيل برنامج جيم جاردين طبعا هذه هي البرامج كما تشاهدون كما ذكرنا طبعا الخطوة الأولى نقوم بالذهاب الى متجر بلاي هذا البرنامج طبعا ونقوم بالضغط عليه ضغطة طويلة ونضغط على الغاء تفعيل بهذا الشكل طبعا بعد هذه الخطوة نقوم بتثبيت البرامج كما تشاهدون ويتم تثبيتها بشكل بسيط وصحيح خاصة برنامج جيم جارديان يعني هذه خطوة مهمة وأيضا طبعا سنتكلم عن طريقة تفعيل متجر بلاي مرة أخرى نذهب إلى الضبط بهذا المكان كما تشاهدون سنتكلم طبعا بالتفصيل عن طريقة التفعيل أيضا كي لا نواجه أي مشاكل نذهب إلى التطبيقات في هذا المكان داخل الضبط نضغط عليها ونقوم بكتابة بلاي بالبحث او بالبحث عن شكل البرنامج ولكن بهذه الطريقة نستطيع طبعا الوصول للبرنامج بسرعة كما تشاهدون طبعا بعدما كتبنا بلاي نقوم بالضغط على بحث تظهر برامج المتعلقة بهذا الاسم وهذا هو البرنامج طبعا دعمكم يا شباب اللايك كي نستمر بالعروض القوية كما تشاهدون طبعا برنامج غير مفعل نضغط على التفعيل في هذا المكان ويعود البرنامج طبعا إلى حالته الطبيعية بعد تثبيت جميع البرامج الموجودة طبعا في البداية نضغط على برنامج دول سبيس هو البرنامج الأول سنتكلم عنه طبعا هذه برامج ممكن تشغيل النسخة الثانية من اللعبة داخل هذه البرامج ولكن انتبهوا سنتكلم عن أمر مهم جدا كما تشاهدون طبعا يتم تشغيل برنامج بهذا الشكل نقوم بإضافة برنامج الجيم جارديان كما تشاهدون موجود داخل البرنامج طبعا بشكل مسبق وأيضا عن طريق إشارة الزائد الموجودة في الأعلى ممكن إضافة الألعاب وإضافة التطبيقات ولكن يجب إضافة طبعا ألعاب بلاي وهي خطوة مهمة جدا كما تشاهدون ونسجل الحساب داخل هذا البرنامج ويتم تشغيل النسخة الثانية من اللعبة طبعا إن لم تشتغل معنا بهذا البرنامج نقوم بتشغيلها على البرنامج الثاني وإن شاء الله تعمل بشكل صحيح وبدون أي مشاكل أنا طبعا لدي شغالة في البرنامج الثاني قمت بتشغيلها وتفعيلها واشتغلت بشكل صحيح وبدون أي مشاكل طبعا هذا البرنامج الثاني كما تشاهدون نقوم بتثبيت البرنامجين الأول والثاني والضغط على البرنامج الأول بهذا الشكل وتفتح الواجهة كما تشاهدون طبعا أنا ضفت ألعاب بلاي وأيضا متجر بلاي دعمكم يا شباب اللايك كي نستمر بالعروض القوية دائما طبعا هذا البرنامج يختلف أنه يوجد فيه متجر بلاي ممكن إضافة متجر بلاي عليه بشكل أفضل من البرنامج الأول طبعا ونضيف اللعبة الجزء الثاني من اللعبة طبعا وتشتغل معنا بشكل صحيح وبدون أي مشاكل طبعا ممكن إضافة الجيم جارديان أيضا هنا سنقوم بإضافته طبعا ونريكم طريقة تفعيله بشكل سريع خلال طبعا ثواني ويتفاعل لدينا بدون أي مشاكل كما تشاهدون طبعا تظهر بهذه الشكل الواجهة نقوم بضغط على واحدة من الأيقونات ننتظر قليلا نقوم بالضغط مرة أخرى بهذا الشكل طبعا نختار الافتراضي أول خيار ثم نضغط تخطي نعم فورا ونكرر طبعا تخطي مرة أخرى ونعم فورا نقوم بتشغيل برنامج مرة ثانية كما تشاهدون طبعا اشتغل معنا بشكل صحيح وبدون اي مشاكل طبعا اذا طلب خيارات الوصول نقوم بتفعيلها من الضبط بشكل بسيط ويتم تشغيل البرنامج فورا الان اصبح البرنامج طبعا جاهز وبدون اي مشاكل طبعا ممكن اضافة اي لعبة كما ذكرنا على البرنامج وتعمل لدينا بشكل سهل وبسيط طبعا لدينا ايضا هذا الناسخ موجود في قناتنا في تلجرام ممكن تحميله من القناة وممكن الاجابة على جميع الاسئلة ان شاء الله اذا اردتم تابعونا في قناتنا في تلجرام ان شاء الله طبعا في الايام القادمة سنقدم ايضا برامج ثانية ومعدلة ومحسنة بشكل افضل نتمنى يكون الشرح قد افادكم الى هنا ويكون الفيديو قد وصل الى النهاية لا تنسونا من دعمكم واللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات نراكم بفيديو جديد دمتم بخير سلام